تقول أنا شابة تم بطلان زواجي بحكم محكمة، والمجلس الإكليريكي صرح لي بالزواج لهذا السبب لأني لازلت عذراء. وأثناء كتابة محضر خطبتي للخطيب الجديد طلبت من أبونا أن يكتب أمامي اسمي أن بكر، ولكنه رفض. لو كتب بكر لازم يكتب بكر حسب قرار المحكمة. وأصر على أن يكون مطلقة، لا مطلقة غير بطلان زواج. وعلى هذا الأساس صدر تصريح الزواج على اعتبار أني مطلقة، لا لا برضو أنا حرام. بطلان زواج غير مطلق. بس هنشوف ليها حل، دي حلها ايه؟ انت بكر حسب الجسد، ولكن لست بكرا من جهة الحالة الزوجية. يعني بكر يعني ما زالت عذراويته محفوظة. قول لنا التفاصيل بتاع مين الكاهن ومين المجلس الكريكي، واحنا نشوف لك حاجة.